ولكن اخويا اش نقولوا مبروك ليفربولين، مبروك لصلاح، مبروك للعرب. يا غير هنا صافي خويا. السلام عليكم، يعني اش كتعاودوا؟ كلشي زين، كلشي تفرج واخيرا. صلاح صلاح جابوها يا وليدي، جابوها. قال لك صاحبي الحرام الحرام ما كيدومش صاحبي، يعني راه ماشي بيلانتي هذه باش تعادل تشيلسي، ولكن تعاقب داك اللاعب اللي تفلى على الحكم تعاقب، حيت الطريقه باش طاح طريقه تمثيليه واعره. انا نشوف ان كنت في التيران تبان لي بيلانتي، كيفاش تعوج وكيفاش طاح دوك اللقطه دير ازارو في الترجي. لا لا الصراحه الماتش زوين، كان زوين الصراحه. وتشيلسي والله الا تشيلسي تستحق. ما عرفتش تشيلسي كتلعب اخويا لامبارد. انا داك المدرب كيبان ليا 100% هاد فاش اعتزلوا بقى مريح 100% مشى تعرف عليه 20 غوارديولا و20 زيدان، 20 غوارديولا و20 زيدان وميلونجاهم باش قاد الطريقه. عرفتي يا صاحبي فرقه ما عندوش النجوم، صاحبي ما عندوش النجوم، عرفتي كيتقاتلوا وكيتقاتلوا صاحبي. عندهم ديك اللعبه ديال ما تيملوش، باغي يماركي واحد والثاني والثالث، واخا يخسروا بيرجعوا هادي وهادي. راه كانوا يقتلوا الماتش في الاشواط الاضافيه عباد الله، كانوا يقتلوا الماتش صاحبي. تشيلسي جوج محاولات صاحبي، داك ابراهام زقلهم. علاش ابراهام كنتي غتطلون صاب هذا البيت كوماركيتي طلعتي تشيلسي؟ ولكن كيبقى كلشي العرب حنا بينا صلاح، و راه صلاح جابه. وهذا الماتش هذا ما عرفتش حنا واش نركزوا مع الحكمات اللي جايبينهم بنات، ولا نركزوا مع الماتش سابق هذه. يعني راه عولوا من هنا الاخوان اللي كتفرجوا في الميتشان، غتولوا تفرجوا في حكمات كيحكموا الميتشان. اتونسيو والله الا الصراحه نهضروا في اللوجيك. دابا تشيلسي هي اللي لعبات، تشيلسي صاحبي راه عطي الماتش كي بدات، وراه ليفربول ما بانتش، كتبان دقيقه قبل البيت. ليفربول دقيقه قبل البيت عاد كتبان، والبيت تشيلسي صاحبي راه عطي حكمات الماتش. جيني باش تلعب مع فرقه ديال الشامبيونز ليغ وتكون انت هو اللي كاين في الماتش، راه يعني اسمح لي تشيلسي هذا العام جايه بقوه. انا ما عرفتش علاش هذا العام تشيلسي بانت ليا فيها اللعب. ديك الفرقه كاينه ود هذاك لامبارد، ها ديالك ود لامبارد، ها ديالك انت، كيبان ليا غتدخل مع المدربين ديال اوروبا غتاكل. سبحان الله اللعبه ديالو صاحبي كياكلوا حجر، والله يا خويا الا كياكلوا الحجر بالرب. ما عرفتش علاش بدل جيرو صاحبي. داك السيد كيخنق لك المدافعين، كيبقى يجري هنا ويجري هنا ويدخل في هذا ويضرب هذا، عرفتش علاش خرجوا. ولكن واخا خرجوا داك جوج براش اللي دخل داك ابراهام عزي وداك الاخر، قصروه صاحبي. ولكن اخويا اش نقولوا مبروك ليفربوليين، مبروك لصلاح، مبروك للعرب ويورغن كلوب ولقب اخر عاوتاني. دابا ما كاين الالقاب، بقات لك البطوله بن عمي وكاس العالم للانديه. واش نقول لكم، ماتش المتعه هذا الماتش. هذا الماتش هو البدايه تاع الموسم. عرفتي شنو هي البدايه ديال الموسم تكون بحال هذا الماتش؟ راه يعني اول على موسم حارق غتنوض فيه العافيه. السلام عليكم اخوتي، وتابوناو الى عجبكم الفيديو، راكم عزاز.